بمبناية نساء الأبراج ومن الإناث اللي عندها قوة ناعمة كبيرة أوي وملكة من ملكات الأنوثة والإغراء. إحنا أكيد بنتكلم عن البنبناية أنثى برج الحوت المائي. برحب بكم سريعا، وياريت بقى نثبت وجودنا كده وندوس لايك ونعرف الناس اللي بتحب أنثى الحوت أو الحلقات اللي ممكن نتكلم فيها عن أنثى برج الحوت تحديدا، ممكن الناس يعني عايزاها ولا لا. والجديد يعرفنا بنفسه واكتبوا لي آراءكم، ما تنسوش في الحلقة دي، وتعالوا بينا نبتدي ونخش ونغوص ونتكلم عن أنثى برج الحوت الأنثى الجميلة دي. فارسة طبعا من فارسات الرومانسية، إن ما كانتش فارسة الرومانسية الأولى. لما اتكلمنا عن التوافق قلت تقريبا أكتر أنثى من بين كل الإناث اللي ممكن تقدر إن هي تتعامل مع كل رجال الأبراج، لأن عندها احتواء كبير وعندها نعومة قوة ناعمة كبيرة أوي وعندها رقي كبير أوي، وهي أنثى من الدرجة الأولى، أنثى خالصة الأنوثة في نبرة الصوت، في الضحكة، في الابتسامة، في المشية، في الكلمة، في الطريقة، في المعاملة. بنبناية خلي بالك حساسة أوي، وبقول لما بتكلم عن أنثى برج الحوت مش الكلمة، النظرة ممكن تأثر فيها وممكن تجرحها، وعشان كده اكتئابها ممكن يطول وأنا بقولها برضه، فخلي بالك بيصعب عليها نفسها، ومش يعني ما عندهاش حتة إن هي تفرض نفسها على حد أو تحس إن هي تقيلة على حد. عندها دمها قوي وعندها كرامتها قوي وإحساسها عالي قوي، وسهل سهلة على فكرة. يعني أنثى برج الحوت من الإناث الباحثة باستمرار عن الحب، واللي شايفة إن الحياة طبعا من غيره زيها زي السندريلا أنثى برج السرطان كده، ناقصها أشياء كتير قوي، بل تقريبا ناقصها أسمى وأغلى وأجمل حاجة في الدنيا عامة. أنثى برج الحوت من الإناث اللي سهل إن هي تكتئب زي ما قلنا، فهي مش نكدية، ولكن هي أي حاجة بتأثر فيها بسرعة، ودي النقطة اللي أنا كنت عايز أوضحها. غير كده هي سلسة جدا وبتحب الناس جدا، واللي في إيدها مش ليها جدا، ومعطاءة جدا وحنونة جدا، وتسمعك قوي وتحتويك قوي وتكون لك كل شيء، أم وحبيبة وصديقة وصحبة، ومش هتلاقيها. ورغم ذلك بقى خلي بالكم انتقامية لو انت جيت عليها، وده الوجه الآخر الجانب الآخر لأنثى برج الحوت. والله فكرة حلقة كويسة، نبقى نعمل الوجه الآخر لكل برج من الأبراج. لو عجبتكم الفكرة دي نعملها بكرة أو بعده إن شاء الله. يعني الجانب الآخر، الأبراج المائية عامة عشان ما نضحكش على بعض انتقامية ولكن بدرجات. يترأسهم برج العقرب طبعا، يعني رجل أو امرأة. الحوت شيالة وتسامح ولا تنسى، خلي بالكم. والأبراج المائية كلها كده، يعني الهوائيين والناريين، احنا ما انا من الابراج الناريه ممكن نسامح وننسى، انما المائيين يسامحوا وما ينسوش، يشيلوا. ممكن في اي عتاب يقول لك فاكر، تقول لك فاكره، تقول لك فاكر هي انثى برج الحوت، او تقول لك فاكره عملت كذا وكذا كذا، وترص لك وشيل وقابل بقى. انتقاميه انثى برج الحوت اذا لزم الامر، يعني ما تستهينش بيها او انت ما تستهينيش بيها. مش معنى ان هي سلسة وبسيطة ورقيقة وكيوت وهادية وبونبوناية ان هي ما بتعرفش تاخد حقها، يعني اللزم الامر. الفاتنة لشباب كتير قوي واللي بتجيبهم على ملا وشهم. انثى برج الحوت لو حبت ممكن تحب قوي وتدي قوي وتدي زيادة عن اللزوم قوي، ودي النصيحة اللي انا بوجهها لانثى الحوت عامة في علاقتها العاطفية. حاولي تعملي كنترول على العطاء بتاعك شوية، لأن كل شيء زاد عن حده يتقلب ضده على طول. خلي بالك هي ما بتحب قوي من جواها بتدي قوي، وممكن تيجي على نفسها كتير، وأنا بقولك ما تجيش على نفسك علشان حد، أو اللي تيجي على نفسك عشان هو كمان يكون يستحق كده، وبيجي في مرات على نفسه علشانك، يبقى نوع من انواع رد الجميل، او هو يستحق ان انت تعملي معاه حاجه زي كده.
لو انت بتسأل دايما بقول عن انثى مكتملة الانوثة، فما فيش اوضح من انثى برج الحوت مثال حي قدامك ممكن تقتبس منه صفات الانوثة او المثالية او الانثى المفروض تبقى ازاي. انت لو بتسأل يعني ايه انثى، قدامك انثى برج الحوت، قرب منها وتفنن في صفاتها وفي رقي طريقتها وفي رقي لبسها، ومش حادة اطلاقا. يعني لما بنقول مش حادة، ابعد عن العنف تماما في تعاملك معها، سواء في توجيه نصيحة او سواء في امر او سواء في طلب، سواء في، ابعد عن العنف لانها لا بتحبه ولا بتطيق اللي بيتعاملوا بيه، وبتبتعد عنهم. مش عايز اطول في الكلام اكتر من كده عن انثى برج الحوت، اكتبوا لي اراءكم في الحلقة دي. بقول دايما اي حد غير محمد ابو زيد على الفيسبوك او اليوتيوب او الانستجرام ده كذاب، اعملوا له بلوك على طول، واوعوا تثقوا في صفحتنا الوحيدة او قنواتنا يعني كلها محمد ابو زيد، ما عدا عندنا اسأل محمد وعيلته وهاتريك كورة ده على اليوتيوب. اللي يحب ان هو يتابعني دايما بقوله وما بيزهقش مني، كل الروابط دي لو انت على اليوتيوب هتلاقيها في وصف الفيديو، لو انت على الفيسبوك انزل على التعليقات هتلاقيني مثبتهم. وعندنا لايف كل يوم جمعة الساعة 10 بتوقيت مصر على الانستجرام، وبعده بساعة الساعة 11 بتوقيت مصر على الفيسبوك، ندردش ونلعب ونهزر وناخد استفساراتكم. يا ريت تتابعوني كمان على الروابط دي او على المواقع دي. وخلوني برضه اقول قبل ما اقفل كده، او اوصي بقى، اوصي على انثى برج الحوت. انثى برج الحوت من الناس اللي محتاجة معاملة خاصة، خلي بالك يا رجل ايا كان، او امرأة صاحبتها اختها بنتها امها صديقتها ايا كان، زوجها حبيبها خطيبها، خلي بالك او بتحتاج معاملة خاصة اوي ومش بخيلة اطلاقا. ام الكرم وخالته وعمته وجدته كريمة جدا جدا جدا. يعني انت في حياة انثى برج الحوت بحبحها حبتين، يعني خلي ايدك فرطة شوية عشان برضه هي ما بتحبش الرجل البخيل او الحريص زيادة عن اللزوم. وخلي بالك في حاجات كتير قوي هتحس ان الجانب العاطفي عندها بيغلب احيانا كأنثى بقى على الجانب العقلاني شوية، فلازم تقدر ده. وعشان كده بقول لك او بقول لك هي محتاجة معاملة خاصة طبيعتها كده. في حاجات كتير قوي هتحس ان الجانب العاطفي عندها بيغلب احيانا كأنثى بقى على الجانب العقلاني شوية، فلازم تقدر ده. وعشان كده بقول لك او بقول لك هي محتاجة معاملة خاصة طبيعتها كده، الفطرة بتاعتها كده مليانة مشاعر ورقة واحاسيس، هي كده انثى برج الحوت. يلا بقى الى اللقاء.